اقسم بالله يا جماعه هالزلمه كركبني وفتلني فتل. قلت لكم بلغكم هالقعده معه ما صدقتوني. الحكي اللي قاله غميق كثير ومو كثير ناس بيوصلوا له. يعني مروان مثل الورده هيك طلع لحاله بالصح تتعجب، بس ما فيك تقول غير لا اله الا الله. لا اله الا الله. المهم فهمت علي؟ الكلام اللي قاله بده صفنه طويله. بس والله قعدته حلوه، يعني جلسته ظريفه ومرتبه. اذا كل يومين ثلاثه بنجيبه لهون على القهوه وبيعملنا هيك جلسه رواق على الاخر. عم يقول لك الزلمه بده يموت بهاليومين. لك حاجه جدبه صدقته انت؟ انا صدقته. هذا زلمه انا بعرفه منيح. وقت الجد ما بيحكي كلام فاضي.